السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اول حاجه شكرا شكرا لجميع الاخوات اللي رجعوا للفيديوهات القدام وكيكتبوا لي وكيسولوا عليا. يسول فيكم الخير. شحال نقول لكم، وصلتني العدوى من المغرب. المهم الحمد لله الحمد لله على كل حال. اليوم ما شاء الله غادي نشارك معكم هذه الاشياء اللي توسع مع بنتي وصاحبتها، غادي نشاركها معكم وان شاء الله كنوعدكم غنحط فيديو نفسر لكم كل شيء اشنو واقع في اليوتيوب. رجال حامض رجال حامض رجعوا للثلاجه، سامي كيطيب معايا. المهم هنا البنات بديت كنوجد في العشاء، بغيت ندير العشاء اللي كيبغيو الدراري. ترجع الحامض، شوف سامي اش كيدير لي، كيدير لي الحامض مع سباكيتي. دايره سباكيتي موصلك سباكيتي هنايا بالطريقه العاديه، الملح والماء وشويه ديال البزار، انا كندير فيه شويه ديال البزار باش كيجي منسم. سامي حيد الحامض. وحنا كما كتشوفوا خديت هادو فخيداس قطعتهم، قطعتهم بحال هكايا ودرتهم بشويه ديال الزبده. هذا راه غير الماء ديالهم البنات، شتو غير مني درت الزبده نقصت عليه مزيان. احسامي شحماقيتي، حيد الحامض حيد الحامض. سير غسل ايدك، شوف سامي الا درتي ايدك بعينك غادي يحرقوك. سير غسل ايدك سير غسل ايديك. المهم هنا البنات كما قلت لكم دجاج، حيت ما كنتش كنصور عاد لقيت راسي بلي ما كنصورش، وانا راه عند بالي طارق كنصور. هنا خديت الدجاج القداس ديال الدجاج اولا صدر اولا اللي متواجد عندنا، درتو درت معاه شويه ديال الزبده لان راه مهيله كيطلق بحال هكا، ودرت شويه شويه ديال الثومه. هذوك الطرفه ديال الدجاج مرمتهم بحال هكا بشويه ديال الدخاك باش كتعطي ديك الصوص زوين، ان شاء الله غادي نشوفوه من بعد ما توجد. درت فيهم البودره ديال الثوم، درت فيهم شويه ديال البزار شويه ديال الملح واحد شويه ديال السكينجبير. عارفين الدجاج كيتواتى مع السكينجبير، وخليتهم على نار مهيله كما كتشوفوا كيطيبوا وميم طون كيطلقوا الماء ديالهم. هذا راه غير الماء ديالهم، باقي ما ضفتش الماء ديال السباكيتي، باقي ما ضفتوش على ود الصوص. هذا راه غير الماء ديالهم، شوفوا شحال طلق. غير هي راه الطريفه ديال الدجاج كانوا شويه متلجين، ماشي كانوا ناشفين ناشفين ناشفين. وهنا كما قلت لكم سباكيتي ها هي ناشفه، جات واقفه مع هذا مع السليق. مهم المهم هنا البنات كما كتشوفوا من بعد ما طاب لينا هاد الفخيدات هادو الدجاج يعني بصفه عامه نديرو اللي بغينا. غنحيدهم وغادي ندير اي صوص اي صوص كريمي عندنا، يعني بغينا نديرو حنا بوحدنا في الدار بغينا نشريو جاهز اي صوص كريمي. هاد الشيء ديال الدجاج يعني نحيدوه من البقله، هادشي راه هو البنه يعني هو اللي كيعطي ديك البنه الزوينه. وغادي نخليه يغلى واحد الغليه ومن بعد نضيف ليه اي نوع ديال الجبن عندنا. انا عندي خليط هنا ديال موتزاريلا ديال شيدار، عندي خليط غادي نضيف منه. من بعد ما غيغلى لينا غادي نشوفوا ان شاء الله شنو غادي ندير. وهنا كما كتشوفوا البنات من بعد ما غلى لينا الصوص كنضيف اي نوع بلا كما قلت لكم ديال الفرماج. انا هاد الفرماج دايره في الثلاجه في المجمد، كنحطو عليه غادي يذوب. غادي نخليه يذوب واحد شي شويه ونطلقوا. البنات من بعد ما داب لينا الشوكولاته تلفتي، بعد ما داب لينا الفرماج شتو، من بعد ما داب داكشي اللي كيبغيو الدراري. غادي نضيف هاد الطريفه ديال الدجاج باش يلاه يشربوا هذاك الفرماج. هاد هاد الوجبه هادي زعما غديروها لوليداتكم، وعرفوا بلي داك النهار غادي يبقاو يقولوا لكم نتوما احسن احسن ماكله عند الدراري هي هادي ديال الدجاج والفرماج بحال هكا. واي نوع انا درت سباكيتي اليوم يعني اي نوع ديال هذا عندنا نديرو. ما كتشوفوني راه دايره واحد الكميه كبيره لحقاش كما قلت لكم انا هاد الوجبه هادي كتعجب ولادي كما كتشوفوا، راه كميه كبيره نيت ماشي صغيره. كنبغى تكون عندي بحال هكا واجده في الثلاجه وقت اللي بغاوها يلقاوها. يعني راك عارفين دابا مع الخدمه بعض المرات كتكوني جايه الماكله باقا شويه معطله ما واجداش وداكشي، بعدا على الاقل كيلقاو باش الدراري ديبانيو. اما هما الا كلاو ليا شي طبق بحال هكا ما كيعاودوش ياكلوا حتى شي حاجه اخرى، كيكون كافي كما كتشوفوا يعني غني بكل شيء. صافي
هما البناتها سباكيتي ديالنا غيشربوها ماما حتى انا وراجلي هنا بديت خليتهم بعاد لهيه ياكلوا على راحتهم سامي. المهم البنات غيجربوا سباكيتي قول لي سرقه دي صوصك بعد هو الاول عاد جي دوي معانا. المهم البنات هنا لقيت بلي اللي بغيت نقول لكم ما تسجلش في الفيديو بغيت نقول لكم غادي نتعشاو ان شاء الله وغادي نوجدوا راسنا باه الدريات بغاو يمشيو لول مرض باغين ياخذوا شي حويجات عندهم بروجي مع بعضياتهم وكيخدموه ومحتاجين شي حاجه يشريوها. صافي انا ان شاء الله هنا غادي نجمع هاد المهنات وغادي نوجد راسي باش غادي نخرجهم نديهم لول مرض ياخذوا داكشي اللي بغاو ونرجعوا. المهم مازال انتم معايا يلا وصلنا هنا لول مرض جبت الدراري هنا يتقطعوا داكشي اللي بغاو كاين الجديد صراحة كاين الليلة كاين الجديد الدنيا كلها كتبان لكم هادشي ديال نوال وهاد التخبق ديالهم ديال كريسماس وهكا فين ما تدوزي تلقاي هادشي طلع ليا هادشي في راسي ما خدمتش برلانتر والله إلا طلع ليا هادشي الشراط وهادشي بحال هكا طلعوا لي في راسي شوفوا هادو شحال زوينين قولي يلا قلتي لنا طلعوا لي في راسي شوفوا شحال داير الثمن ديالو داير 15 دولار 13.97 فعلا زوين انا بغيت ماما شدي سامي ياك خليتهم هما يشوفوا داكشي اللي بغاو وانا بطبيعه الحال راكم عارفين البلاصه اللي غنجي لها جيت هنا بلاصه ديال الديكورات عجبتني هذه ديال المنيو هذه بحال هكا كتحط ديكور ميم طون كتكتب فيها كاع داكشي اللي باغي اما المنيو اما مثلا داكشي اللي خاصك تكتب ليه او شنو هادي بحال اللي عندي هاد البيزات هادو بعدين فيهم كبير فيهم صغير واخا مكاينينش شي ديكورات كثار دوك بلاستيك يبانو بشكل ماما البنات انا عييت وخرجت هنا كنتسنى الدريات في الطوموبيل وهما ما بغاو يسالي وما بغاو يعياو المهم انا كما قلت لكم ما جيتش ناخذ شي حاجه ولكن الدريات كما قلت لكم بغاو ياخذوا عندهم شي تخربق باغين ياخذوا خديت انا غير واحد العيبه اللي زوينه ان شاء الله نوصل للدار نوري لكم حتى في كوفر واحد اللعيبه ديال هذا ديال المساج هي بحال البانتوفه كتلبسيها ديال الدار بحال البانتوفه كتلبسيها ولكن فيها المساج كتبرونشا مع الضو هذا ان شاء الله غادي نمشي للدار ونوري لكم دايرين لها الثمن 20 دولار ماما كاينه هي وبغيت خديتها غير هي قلت نجربها عاد نشوف شي لاخر واش يعني خدام مزيان ولا لا المهم هي كتلبس بحال البانتوفه وكاينه اللي بحال دوك البوتسات ديال هذا الوقت ولكن ديال الدار انا هذوك ما كيعجبونيش حيت سخان بزاف كيسخنوا بزاف هما ديال خديتها من نصاصيه دابا نوري لكم ان شاء الله منين نرجع لقيت هادوك ديال العنق هنايا كتديريها بحال ديال الصفر وهي راه فيها كدير الماساج يعني فيها داك الفيبراسيون اللي كيدير لك الماساج لقيت ديال الظهر ولقيت واحد الوحده اللي كتحطها كتلوحيها على الفوتاي كامل كدير لك الماساج يعني بحال دوك الكراسي اللي كيكونوا في المول كدير لك الماساج من كتافك حتى للقزم ديال رجليك ولكن ما زعمتش عليها دابا خديت غير هذا ديال رجلين قلت نجربها بعدا الا كانت خدامه مزيان غادي نرجع ناخذ هذه ديال الجسم كامل وناخذ ديال العرق وناخذ واحد اللعبه ديال الظهر هذيك اللعبه ديال الظهر يمكن 20 دولار لا 10 دولارات والاخرى ديال العرق دايرين لها حتى 20 وهذيك الطويله يمكن 30 وقيلا 30 ما متاكداش من الثمن هذيك الطويله ديال الجسم كامل ما متاكداش من الثمن ديالها بالضبط المهم غندي هذه وان شاء الله نجربوها مع بعضياتنا نيت والله الا تعطوا الدريس بدا كيظلم الحال غادي نعيط ليهم انا عيط ليهم باش يجيو البنات عرفتوا داك اللي كيقول لك بغى يزرب تعطل هي ديالي انا عرفت اش وقع ليا خليت الدريات كيكملوا التقضيه ديالهم وخرجت انا مع سامي كنتسنى
مني سالت ليلى عيطت لي قالت لي ماما راني ساليت باش نمشي نخلص. عاد تقص بلي بسطاميم ما نسيتو في هذيك في هذيك الكراريسه اللي كندفعو نسيتو فيها. قالي عرفتو دخت بيا الارض وشحال خايبه ديروا بسطام كبير وتجمعوا فيه جميع الوثائق. جمع الوثائق ديالي جا معاهم فيهم وكثر من هذا الشيء فيه الفلوس. فيه واحد الفلوس طوم لي راجلي حطيتهم في البسطام ونسيت ما حيتهمش. عرفتو دخت بيا الارض قلت ناري صافي مشى قلت غيهزو شي حد يحلو غيبان لي الفلوس ما غاديش يرجعوا. وكثر من هادشي انا يعني كما قلت لكم فيه جمع الوثائق ديالي يعني كارطات. هاد القضيه خايبه فيا خصني ما خصنيش نبقى نهز ندير بسطام بحال هكا كبير ونهزو معايا. هاد كيوقعوا الافات واحد ينسى الحاجه طيح لي ساكو يحطو في بلاصه يتلف كيف ما انا دابا يخرج خرجت يعني شفتو هاد النهار ضليت شويه متومره وزائد عندي المدرسه ما وقع ليها غير ساعه كما قالنا دابا 5:30 يعني شويه مبرزطه. ناري عرفتو رجعت بالي هذاك السيكوريتي في الباب قلت له راه واش وقع خليت البسطام ديالي في سميتو في الكابوصه. قال لي شوفي الكاستمر سيرفيس مني مشيت الحمد لله قالوا لي يعطيني النعس ديالو. عرفتو بديك التلفه ما عرفتش بسطامي اش من ماركه اش من لون. قلت لهم قري بيض قلت لهم قاس عادي مني حلتو قلت لها غتلقاي فيها الاي دي غتلقاو فيها الكارطه ديالي وغادي تشوفوا التصوير ديالي. مني جبدت عاد صخرت قالت لي شنو سميتي قلت لها غزلان عاد قالت لي اوكي هاك عفتو راه مني شديتو عاد ارتاحيت وقلت الحمد لله. المهم انا في هذا الشيء كامل خديت واحد الدرس هو ان هاد البسطام بحال هكا عامر بجميع التخربق اللي فيه غنمشي دابا للدار. اول حاجه غادي ندير هي غادي نحيدو ندير غير بسطام صغير ندير فيه بحال هكا الكارطه اللي نبغي نخلص بها ولا شي لعيبه بحال هكا ونحيد جميع الوثائق ديالي كلشي فيه. ريحتاش شيبس او ريحتها مجهده. I told you اش سامي it's cool ranch is disgusting. I don't like it. I don't like it. Yeah. Nasty like it. Yeah. I don't like it. Yeah, me too. I'm gonna open the windows for you. البارح والو البنات ومن اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم البانتوفا اللي قلت لكم ديال الماساج. غير هي مني حليت الكرتونه البانتوفا ولكت ماشي محلوله يعني خاصك تجلسي مزيانه بعدا خاصك تجلسي وعاد تخشي فيها رجليك وتخليها تماسي. ممكن ما كتشوفوا دايره بهذا الشكل بحال هكا هي تجلسي تكاي وتخشي رجلاتك وتخليها تماسي. ممكن ما كتشوفوا دايرينها هنا وان سايز يعني كلشي يلبس رجلو صغير لا رجلو كبيره. كيجي معاه هاد الشارجور هذا بهذا الشكل بحال هكا نحاول نبرونشيه ليكم صعيبه تخدمي بيد وحده غير هي زوينه يعني جربتها البارح شنو نقول لكم مني جيت وانا خشيه في رجلي جابت لي النعاس والله الا جابت لي النعاس زوينه خصوصا الاخوات اللي كيضلوا واقفين على رجليهم يعني كيخدموا كيضلوا واقفين على رجليهم. هذه راه غادي شنو نقول لكم راه زوينه بزاف غتريح لكم رجليكم مزيان خصوصا الا مثلا جينا وخصنا رجلاتنا بشويه ديال الماء سخون شويه ديال الملح ولا هكا ودهنا بفازلين بحال هكا ولبسوا تقشرات لبسوا تقشرات عاد نخشيو رجلاتنا في هذه ديالنا المساج بحال هكا. يا سلام يا سلام زعما غير تبعوا هذه القضيه ديروا اي وصفه للرجلات اولا لا ما عندناش الوقت غير نغسلوا رجلاتنا بالماء دافي. سمعوا شتو دايرين فيها هنا العبارات تخشي فيها رجلاتك وبالصحة والسلامة. هي كما قلت لكم خاصكم تكونوا جالسين ولا ناعسين شتو بقاو جالسين منها واحد مثلا واحد نص ساعة ديال الاسترخاء ولا ساعة ديال الاسترخاء وتخليو هاد البانتوفة هادي دايرة المفعول ديالها زوينة زوينة عجبتني بزاف هاد البانتوفة هادي يعني ما ندموش عليها. هذه خديتها ب $20 من وولمارت دايره $20 دونك غادي نرجع ناخذ هذيك ديال الكتف وديال العنق يعني حتى هي غتكون عندها المفعول بحال هكا يعني غيكون عندها المفعول زوين. المهم البنات هنا غادي نحبس الفلوك يعني بديتو مع البنات وكملتو مع البانتوفا ولكن زوينه يعني فعلا تستاهل هاد البانتوفا تستاهل واحد يعني يدير ليها اشهار بحال هكا.
لحقاش عجبتني، واي واحد يعني غادي ياخذها غادي يستفد منها. واش فهمتوا؟ المهم انا حسيت بها كتريح لك الرجل، خصوصا بعد نهار طويل وانت واقفه على رجليك. واش فهمتوا البنات؟ يعني وتخليكم ني دابا مادام مجموعه بحال هكا، مادام مجموعه يعني ضروري غتجلسوا، ضروري غتعطوا راسكم واحد الوقت اللي غتريحوا فيه، تصلاجوا فيه، ديروا البانتو في رجليكم وتنساو المشاكل وتنساو الدراري وتنساو كل شيء. ديروا واحد الساعه ديال راسكم. المهم البنات، بقى لي غير نودعكم ونضرب لكم موعد فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.